وصلت نسبة الإصابات بالفيروس إلى عدد قياسي وهو الأعلى منذ آذار الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 6200 مصاب. هذا وتتضاعف نتائج الفحوصات الإيجابية بعد أن تم إجراء 130 ألف فحص كورونا. الإغلاق خراب بيت، يعني أفضل نتجنب الإغلاق بالمرة، لأنه يصير في ضرر اقتصادي واجتماعي ونفسي وفي تشاؤم. إن شاء الله ما بصيرش إغلاق، لأنه إغلاق بأثر على كل الشعب، على كل المواطنين. يعني الإغلاق الأول دمرت الناس، وإسا كمان في طعمة ثالثة، بيقولوا في تطعيم ثالث. إن شاء الله أمل خير، إن شاء الله بتكون أحسن، يمكن تنجن العالم. الحق علينا إحنا كمان، لأنه إحنا كثرة عراسنا، كثرة أفراحنا، ونقعد حد بعض وهن ينبهونا، ونحط هاي الكمامة اللي لازم نحطها والناس مش عم بترد. فمش كل إشي على الحكومة، كمان إحنا غلطانين. الدولة كان في خطأ من الدولة، يعني إنه فتحوا المطار، كان لازم يغلقوا المطار، اللي الناس هاي ما تروحش على الدول اللي فيها كورونا وتجيب كورونا لهون. بالأول كانوا يقولوا إحنا فيش كورونا، خلص إحنا أول دولة بنخلص من الكورونا، هن بإيدهن رجعوا الكورونا على أساس فتحوا المطار، وهذا الغلط. لم يستغرق الأمر أسابيع قليلة ليرتفع مؤشر العدوى ليصل 5%، حيث تستمر الإصابات بالإزدياد في ظل فتح الخطوط الجوية والسماح بالسفر بأعداد هائلة، مما اضطر وزارة الصحة لإعادة بعض التقييدات، فيما يقف المواطنون في حالة ترقب حول فرض إغلاق آخر قد يؤثر على حياتهم بشكل أكبر. عالم فاتت بدوامة، خربطوا الناس، بطلوا يعرفوا حال وين هو، في إغلاق، هو في كورونا، هو فيش كورونا. أنا واحد من الناس مش عارفين شو بدنا نساوي، يعني بصراحة أشغال قاعدة بتنام، كله بنام، مش مزبوط هيك. يا بسكروا مرة واحدة، يا ما بسكروش، كل يوم بعطونا قرار شكل. أنا طبعا بسافر على المطار، يوم بكون بدي أسكر المطار، يوم بدي أفتح المطار. فوتونا بدوامة عمي أكثر من اللازم. طبعا وضع صعب ومسيء، لكن مقابل وضع صحي وازدياد الأعداد والعدوى بزيد سوء، فلازم يكون خطوة جريئة لوقف الارتفاع. لحد اليوم اللي بيستنوا يوقف أو ينزل مع التطعيم مش نازل العدد. صرنا نحس أنه فيش شغل، فيش حركة، فيش مصاري بصراحة، فهذا الاشي يكون له تأثير. احنا متمنى أنه يعني طبعا السلامة والصحة أول شيء، ولكن نتمنى إذا بده يصير إغلاق برضو يراعوا مثلا أوضاع وظروف العمال اللي بتشتغل، خاصة عند أصحاب المحلات، خاصة يعني هذا الشارع، هذا الإزور، والله يفرجها على الجميع يا رب، وإن شاء الله إنه الأمور ما بتتأدي إلى إغلاق ولا إنه يصير هذا الإشي. تبحث الحكومة اليوم فرض إغلاق رابع، على الرغم من الإقبال على التطعيم، إلا أن المجتمع العربي ما يزال ضمن نسبة منخفضة من مجمل المتطعمين، حيث يعتبر الإغلاق ضربة قاضية للمواطنين الذين عانوا من وضع اقتصادي خانق في الإغلاقات السابقة، بالإضافة لموسم الأعراس والسفر للخارج الذي أتاح مجالا للوصول اليوم لأزمة صحية حقيقية.